اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام من الرافدين في صدى اقلام جديد نرصد فيه ابرز ما كتب في الصحف ونبدا من اهم العناوين. البدايه من الهيئات، وزير الصحه الحالي يقر بتخلف النظام الصحي في العراق. في المدى، واشنطن تخطط لاستبدال قواتها في القواعد الصغيره ونصب منظومات دفاعيه جديده. في الزمان نطالع، مطالبات باستثناء الافران ومحال البضائع المنزليه من حظر التجوال. عربي 21، اصابه بمواجهه مع الاحتلال في قلقيليه واعتقال 12 مقدسيه. في الشرق الاوسط نطالع، العراق يستهلك سباق المهل ويبقى بلا حكومه. من العربي الجديد نقرا، روسيا تمهد لعوده التصعيد العسكري في ادلب. في القدس العربية، ألمانيا تتصدى لمطاعم ترامب بشأن لقاح كوفيد 19. برنامج الموت البطيء أو الذي تنفذه إيران ووكلاؤها ضد العراقيين يتطلب وقفة جادة من المجتمع الدولي مثلما يقف اليوم في وجه فيروس كورونا. المثال الإيراني الذي دلل على كذبه ومراغاته في نقل وقائع المرض وحرصه على استمرار تدفق الزائرين بينه وبين جيرانه في منطقته الحيوية العراق وسوريا ولبنان التي لا يريد الانقطاع عنها على الرغم من مخاطر الموت. هذا ما جاء في مقال للكاتب ماجد سامرائي في صحيفة العرب اللندنية. للوباء الحالي كورونا دروس للإنسانية تؤكد أهمية الحفاظ على حياة الإنسان وسبل الدفاع عنه، لكن بذات الوقت تشكل مناسبة مهمة للتذكير بما عاناه ويعانيه شعب العراق، وهو واحد من أعضاء الأسرة العالمية، مع استمرار الموت البطيء وحرمانه من حق الحياة التي يديرها بعد الاحتلال الأمريكي العسكري النظام الميليشياوي الإيراني. جميع أنظمة الحياة في العراق انهارت بعد عام 2003، وفي مقدمتها النظام الأمني، وتقدم عليها نظام الموت متعدد الأشكال. في المرحلة الأولى ما بين 2003 إلى 2011، كان الجنود الأمريكان يقتلون المواطنين العراقيين في الشوارع والمدن والقرى بلا محاسبة وفق نظام الاحتلال بشراكة الميليشيات التي نمت وانتشرت كالفيروس بسرعة وتولت مسلسل القتل الذي تصاعد بإشراف قاسم سليماني عام 2006. كل مواطن عراقي غير موال لتلك الميليشيات ولطهران أصبح معرضا للموت أو الاعتقال لحد اليوم. أنظمة حيامة الإنسان العراقي من الموت البطيء انهارت، فالنظام السياسي للأحزاب وحكوماتها المتعاقبة تعلن ماشيتات كاذبة حول برامج الإصلاح، لكنها في الواقع تتقن في طرق وأساليب نهب المال، ولم يتحقق إنجاز واحد للمواطنين. لا وجود لنظام صحي، وبسبب تلوث المياه يموت ما نسبته 1 من 8 من الأطفال، وإن أكثر من 80% من العراقيين لا يستخدمون مياها صالحة للاستعمال. ويختم الكاتب قائلا، إن تعويم المسؤوليات بين زعامة الأحزاب كان السائد في السنين الماضية، ولكن بتولي الميليشيات الموالية لطهران مسؤوليات التحكم بالسياسات العليا للبلد، أصبح الشعب العراقي رهن مشروع الموت البطيء بعد تحويل العراق إلى ساحة إيرانية للنزاع مع واشنطن وإخضاع المواطن العراقي وارتهانه لمناخ الهلع والقلق على الحياة، مما يمنعه من المطالبة بالحقوق الاقتصادية والمدنية. وهذه الميليشيات تسعى من خلال برنامج القتل والخطف لسحق الانتفاضة. قال الكاتب مثنى عبد الله في صحيفة القدس العربي، السؤال الملح هو أين العراق من هذا الطحن الحاصل على أرضه بين وفاء وعي خارجيين
يريدون تحقيق استراتيجيتهم المرسومة وفق مصالحهم العليا وليس مصلحة العراق. الجواب يبدو أنه بات كلبنان في سبعينيات القرن الماضي عندما كان ساحة لتصفية الحسابات بين أطراف كثيرة ثم دفع ذلك باهظة. لم يكن توجيه ضربات صاروخية إلى القواعد العسكرية العراقية التي تتواجد فيها قوات التحالف الدولي من قبل الميليشيات العراقية ذات الولاء الإيراني الأول من نوعه، كما لن يكون الرد الذي جاء بقصف مقرات هذه الميليشيات ومخازن أسلحتها هو الأخير. ستستمر هذه المواجهة الأمريكية الإيرانية على الأراضي العراقية إلى زمن غير محدد، لأنها مواجهة الضرورة وليست مواجهة الاختيار، فكل طرف يجد نفسه مجبراً على خوض هذا الصراع لتحقيق أهدافه بإعادة تشكيل طبيعة القوة في المنطقة. فالولايات المتحدة لديها استراتيجية الضغط الأقصى على إيران التي تهدف من ورائها إلى جر طهران إلى إعادة التفاوض على الملف النووي أو العمل على إسقاط النظام من الداخل. إن التصعيد الأخير بين طهران وواشنطن في الأراضي العراقية تفهمه الإدارة الأمريكية على أنه رسالة إيرانية تقول بأنها لم تشفي غليلها بعد من الثأر لرجلها الثاني قاسم سليماني، وإن الرد على قاعدة عين الأسد كان مجرد بداية. لكن صانع القرار الإيراني ربما نسي بأن الهجمات المستمرة على القواعد الأمريكية سيدفع الطرف الآخر إلى تحديث ردود فعله وتفعيل مستوياتها، وربما ستواجه طهران مرة أخرى ردا غير متوقع من قبل ساكن البيت الأبيض. اليوم بات العراق الساحة الأكثر التهابا بسبب موقعه المهم في استراتيجية الاثنين واشنطن وطهران، فهو مركز الثقة للمنطقة الذي يؤثر ويتأثر بها من جميع الجهات، ولهذا السبب اختارته واشنطن كي تغزوه وتغير وجه المنطقة به ومن خلاله، وهذا الذي حصل فعليا على أرض الواقع في عام 2003. أما العراق في ثوابت طهران الاستراتيجية وهو الخطر الداهم والتاريخي على أمنها القومي، وأن تحطيمه وجعله يدور في فلكها هو الهدف الذي لا يمكن التخلي عنه. أكد الكاتب علي حسين في مقال تهكمي نشرته صحيفة المدى كالعادة: صباح كل يوم أبحث في الأنباء عن خبر يطمئن المواطن العراقي إلى أن الحكومة ومعها مجلس النواب الذي لا يعرف أحد أين يقيم أعضاؤه، فأجد بيانات لا في دولة القانون يخبرنا بأن لا رئيس حكومة دون موافقة السيد نوري المالكي. في كل مناسبة يطل فيها أحد المسؤولين المؤمنين على العراقيين سواء عبر خطاب أو بيان، حريصاً على أن يعد الناس وعوداً لبناء مجتمع سليم ومتطور، ولكنه في الخفاء ينسج لمجتمع الفساد. ففي خبر جديد يعد بمثابة معجزة تخبرنا وزيرة التربية سهى خليل بأننا خسرنا لأننا فرطنا بإدارة حكيمة مثل إدارة عادل عبد المهدي ومستشاريه الذين وصفتهم بأنهم فريق متكامل يمتلك من الخبرة والكفاءة الكثير. هل تريدون خبراً آخر؟ تفضلوا. ديوان الوقف الشيعي متهم بمخالفات مالية، وليس ديوان الوقف السني بأفضل منه حالاً. هذا خبر مدهش حقاً، فبدلاً من أن تصرف أموال الوقفين في مساعدة العراقيين على مواجهة وباء كورونا، نجد الشيوخ الأفاضل يصرفونها على مقاولات وهمية. هل هناك أكثر دهشة من هذا سيصاب بها المواطن العراقي الذي توقع أنه سيندهش يوماً وهو يعيش في مجتمع به فرص متساوية في كل شيء، لا يتقدم عليه أحد لأنه ابن نائب أو سياسي، ولا يمتاز عليه آخر بسبب دينه أو طائفته أو عشيرته، وإن الفاسد يلاحق دون شبهات تواطؤ أو تدخلات لحمايته لأنه شخص مقدس. ويختم الكاتب قائلاً:
لن أتوقف عن تذكير الناس بما يحصل حولهم من دمار وأسى باسم الطائفة أحيانا، وباسم الاستحقاق الانتخابي أحيانا أخرى كثيرة، وباسم الانتهازية التي تجعل فريقا سياسيا ينسى أن المعركة معركة إنقاذ العراق من وباء قاتل، وليست معركة من أحق بكرسي رئاسة الوزراء ولا بديل عن عادل عبد المهدي. استنادا لثلاثة مسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية، فإن الجيش الأمريكي يخطط لتغيير مواقع من مئات من قواته داخل العراق، ويشمل ذلك نقل قسم منهم خارج البلد. هذا ما جاء في تقرير نقل عن محطة NBC نيوز الأمريكية. أشار المسؤولون العسكريون الأمريكان إلى أن دمج القوات سيشمل نقل قوات أمريكية من قواعد مشتركة في القائم قرب الحدود السورية وقاعدة الجيار الجوية قرب الموصل، ومن المحتمل من قاعدة كيوان في كركوك. وقال متحدث باسم قوات التحالف الدولي في بيان: نتيجة للنجاح الذي حققته القوات الأمنية العراقية في حربها ضد داعش، فإن التحالف يقوم بتغيير مواقع قواته من بعض القواعد الأصغر حجما. هذه القواعد باقية تحت السيطرة العراقية، وسنستمر بشراكتنا الاستشارية من قواعد عسكرية عراقية وأخرى في سبيل تحقيق هزيمة دائمية بتنظيم داعش. ويأتي قرار تغيير مواقع القوات في وقت بدأت فيه الولايات المتحدة بإدخال منظومات دفاع جوي إضافية لحماية قوات التحالف في قاعدة عين الأسد الجوية وقاعدة أربيل الجوية في إقليم كردستان، وهي منظومات تتطلب قوات إضافية لنصبها وتشغيلها وصيانتها. وكانت الولايات المتحدة قد نقلت منظومات سيرام الدفاعية للعراق، وهي منظومة دفاع ضد القذائف الصاروخية والمدفعية وقذائف الهاون، وتخطط أيضا لنقل بطاريات صواريخ باتريوت خلال الأيام القادمة. واستنادا لمسؤول في البنتاغون، فإن هذه المنظومة ستكون جاهزة للتشغيل خلال الأسبوع أو الأسبوعين القادمين. وبحسب تقرير المحطة، تؤكد وزارة الدفاع الأمريكية أن هناك نحو 5000 جندي أمريكي في العراق، ولكن العدد الحقيقي زاد عن ذلك بكثير منذ تصاعد التوترات في شهر كانون الثاني، وازداد العدد في أوقات معينة بعدة آلاف أخرى من القوات الأمريكية في العراق. وينظر الجيش الأمريكي أيضا إلى إمكانية إخراج قوات موجودة في قاعدة التقدم الجوية غربية بغداد في وقت لاحق من هذا العام. علق ستيفن إيرلانجر من صحيفة نيويورك تايمز على الإجراءات التي اتخذتها الدول الأوروبية لمواجهة فيروس كورونا، والتي شملت إغلاق الحدود بينها، مؤكدا أن العدو الذي تقاتله هذه الدول أصبح في داخل الحدود. وذكر أنه في مجتمعات تبدو الحياة الاجتماعية من خلال الشوارع والمقاهي، ويحيي الأصدقاء بعضهم البعض من خلال القبل على الوجنات، فإن مخاوف انتشار الوباء خلقت الخوف والتشرذم. فيروس كورونا لا ينتشر فقط، بل يقوم بإصابة المجتمعات بعدوى عدم الأمان والخوف والتشرذم. كرى حمر الفيروس الإنسانية من المظهر الخادع عن قدرتها على السيطرة، وعرى مناعة مؤسساتها العلمية والتكنولوجية والديمقراطية. ولو كان هذا الوضع يصدق على أي مكان يصل إليه الفيروس، إلا أنه يبدو أصعب في أوروبا بتاريخ التنوير، حيث تمظهرت الحياة من خلال الذهاب إلى الأماكن العامة والتسليم على الأصدقاء من خلال العناق والقبل. ولم تعد الحياة كما هي، فقد طلب من الأوروبيين أن يختبئوا في بيوتهم ويقوموا برفع الجدران بين دولهم وفي داخل المدن والأحياء وحول بيوتهم لحماية أنفسهم من جيرانهم حتى مع أحفادهم. ولمواجهة الفيروس الذي لا يعرف الحدود في أوروبا التي لا حدود لها، فإنها تقوم ببنائها في كل مكان، ولكن رد كل دولة يختلف عن الدول الأخرى. وفي خطوة خفية أو متباينة، فإنها تزيد من حس الفراق، وأن المشكلة في البلد ليس من صنعه
بل جاءت إليه من دول أخرى. وتقول ناتالي توسكي المستشارة للاتحاد الأوروبي: التناقض الظاهري في انتشار فيروس لا يعرف الحدود، هو أن الحل بحاجة إلى حدود ليس فقط بين الدول ولكن داخل الدول نفسها، إلا أن بناءها بطريقة غير متناسقة لا يساعد. متاحف أوروبا المموهة بالذهب باتت فارغة ويتردد فيها الصدى، بينما فرغت الساحات والملاعب الرياضية وأغلقت المتاحف وترددت الكنائس في عقد المراسيم الدينية. أما المطاعم الراقية والبارات المعروفة فهي مغلقة. لم يفقد السوريون الأمل أبدا حتى في مخيمات التشرد والمنافي والعراء، ولا يزالون مؤمنين بأنهم لم يقولوا كلمتهم الأخيرة، وإنهم على الرغم من التدخلات الأجنبية المستمرة هم وحدهم الذين سيصنعون في النهاية قدرهم. وبدل أن ينتظروا التشجيع من قادتهم، يبادرونهم أنفسهم بتشجيع من شبه لهم أو من ظهرت عليهم في هذا الوقت أو ذاك علامات القيادة والشجاعة، ويدعونهم إلى أخذ المبادرة، بينما يكاد الشعور بالعجز لا يترك لأفراد النخب السياسية سوى اليأس والإحباط. هذا ما ذكره الكاتب برهان غليون في صحيفة العربي الجديد. من الصحيح ولا يستطيع أحد أن ينكر ذلك أن استمرار الشعب السوري ممثلا بفصائل المعارضة المسلحة والسياسية والمثقفة في خوض معركة غير متوازنة أكثر من 9 سنوات يشكل وحده عبرة لمن يعتقد أن المسألة حسمت وإنجازا بطوليا في مواجهة نظام غدر بشعبه عندما وضع مصيره في يد قوى كبرى تنتظر الفرصة منذ عقود وبعضها منذ قرون للحصول على موطئ قدم على الضفة الشرقية للمتوسط ووضع اليد على الفريسة السورية. ولعل هذا الإنجاز يزداد قيمة عندما نضعه في سياقه التاريخي من الافتقار للتضامن الدولي والتشتت والانقسام الفكري والسياسي لأحزاب المعارضة والظروف القاسية التي واجهت السوريين في سعيهم إلى الخروج من نفق العبودية الذي أراد نظام الأسد أن يدفنهم أحياء فيه إلى الأبد. ولكن من الصحيح أيضا أن ثمن هذه المقاومة البطولية للهمجية والانتصار على الضعف والخوف الإنسانيين معا كان باهظا جدا، دفعه السوريون من أرواحهم مئات الألوف من أبنائهم وبناتهم واقتلاع الملايين منهم من منازلهم وأحيائهم وقراهم ومدنهم ورميهم في المجهول، مع حرمان ملايين الأطفال من الحد الأدنى من التعليم والتأهيل في مواجهة تحديات مستقبل غامض وإلحاق الدمار بالعمران البشري الاقتصادي والسياسي والمدني معا. ومما لا شك فيه أن أخطر ما فقده السوريون في هذه المحنة الطويلة وحدة إرادتهم وضياع قرارهم المستقل. هل لا يزال هناك أمل في رأب الصدع والتغلب على مشاعر الحقد والضغينة والكراهية التي أنتجتها سنوات بل عقود طويلة من العنف والاستئثار بالحكم وسوء استخدام السلطة؟ ما احتمالات وفرص عودة السوريين من مختلف المشارب الفكرية والسياسية والدينية إلى منطق التعاون والتكاتف في سبيل الهدف الأسمى المتمثل باسترجاع حقوقهم الجماعية كما فعلوا في مواجهة الاحتلال الأجنبي في النصف الأول من القرن الماضي؟ أفادت وكالة أنباء بلومبرغ ببدء أول تجربة على البشر للوصول إلى لقاح محتمل لعلاج فيروس كورونا كوفيد-19، وذكرت الوكالة أن الشخص الأول الذي خضع للتجربة قد تلقى اليوم جرعة من اللقاح في مدينة سياتل الأمريكية التي أصبحت مركز تفشي الفيروس داخل الولايات المتحدة بتسجيلها 42 حالة وفاة من إجمالي 69 وفاة في جميع أنحاء أمريكا. وقد طور المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية هذا اللقاح بالتعاون مع شركة التقنية الحيوية موديرنا،
وذكر المعهد في بيان له أن هذه الخطوة هي الأولى ضمن خطوات عديدة في عملية التجارب السريرية لتقييم الفائدة المحتملة لهذا اللقاح. وأكد أن هذه المرحلة الأولى من تجربة اللقاح ستشمل 45 متطوعاً بالغين يتمتعون بصحة جيدة تتراوح أعمارهم بين 18 و55 عاماً. والآن مشاهدينا الكرام إلى مجموعة مختارة من الرسوم الكاريكاتورية. بهذا تنتهي مشاهدينا الكرام جولتنا الصحفية لهذا اليوم، غدا بإذن الله تعالى صدى أقلام جديد من الرافدين في رعاية الله.